من جامعة أكاديمية لكنها تخرجت من جامعة الحياة، فهي تتقن الآن التجربة والتوجيه زي تطبيقاتنا في الإعلام. يعني أنا بالضبط أنا متخصص إعلام، يعني الشهادة، لكن تراكمات المجد عندي بالدنيا كلها، لأنه هذا كان نظري صح. الآن الجانب النظري، لو تقول نظرية الإعلام، تاريخ الإعلام، وسائل، فعلا هذا الجانب يفيدك وأنت تحتاجه، لكن ليس هو كل شيء، فتبقى التدريب هو الذي يصنع العجب. اللي يشوفنا الآن استمشيخي والله كفو يا عباس، والترنيح زود والترنيح ابو عمر يتكلم يا سامي. قهوه ما في قهوه، الناس جايه تشرب قهوه، جايه تكون انت مالك، الناس جايه تشرب قهوه يا اخي، جوع داري طلع، يعني ما يشرب بس براك، صب له جهه براك يا اخي، كل شويه قهوه، خذ يا فلان، خذ امسكها صب ماك التمر هاك، ما ممكن اتوترت يا اخي، ماشي داخل ماشي داخل والله، من ضغط والله توترني. محمد عباس مالك اتوترت؟ الله اهدى العذر، السموحه لك الرجال، يعني ايش ابو عبد الله؟ ليش تبغى حياتنا كذا؟ انا ريحت من الهم هذا، ماسك الدله، ما اقوم، ما اعطاني اياها صب للرجال ولا هو قبصه، ما اقوم، مالك توتر؟ صح اي والله، هذه علوم فيها، اللي فيها ضمن الركب، هذا مو الدليل، كان يوم بالله واليوم الاخر عند عباس عشان ما يبغانا نقوم. سم ترى عباس مش هذه الاول مره. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.